كتنظم المديرية ديال المستشفى ديال أبو شكورة هاد اليوم الجراحي لفائدة الناس اللي معوزين اللي ما عندهمش الإمكانيات. فهاد الأيام هادو غادي جات واحد الطاقم ديال الأطباء الجراحيين من مختلف التخصصات، خاصة الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك الجرحى العامة، وكذلك طب الأطفال، وكذلك أطباء ديال النساء. فهاد الحملة هادي درنا عملية على المرارة، عملية على الفتق، عملية ديال الدري الصغار، وكنطمحوا إن شاء الله باش نديروا واحد العدد ديال واحد 15 حتى 16 مريض في هاد اليوم هذا. وبدي على ديك كنشكروا جميع الناس اللي عاونونا عن قريب وعن بعد، خاصة الطاقم الشبه الطبي ديال المستشفى، وكذلك جمعيات الهلال الأحمر اللي عاونونا في التنظيم واللي سهلوا لنا المأمورية. شكرا جزيلا. هذه العملية إن شاء الله حنا الجمعية ديالنا كتنشط في إطار المملكة كلها، كنديروا تقريبا واحد الخرجة كل شهر شهر ونص لجميع المناطق ديال المغرب. هذه بالنسبة للمستشفى ديال بوشكورة، هذه الحملة الثانية اللي درنا على الصعيد المحلي، ولكن الحملة الرابعة بالنسبة للعملة ديال النواصر بصفة عامة. اذا حنا كل كان فوق ما كانت الحاجه وكان فوق ما كانت لا ليز داتونت كثيره، حنا مستعدين باش نربيو الرغبه ديال الناس ديال الصحه. مرحبا. شكرا. هذه الحمله الثانيه بمستشفى القرب ببوسكوره التي نظمت بشراكه مع المندوبيه ومع مديريه المستشفى والطاقم الطبي والشبه الطبي للمستشفى القرب ببوسكوره. فهاد الحملة همت تقريبا واحد 24 مريض في عدة اختصاصات، في الجراحة العامة، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الأطفال. وكان عندنا الطاقم مكون حتى من أطباء ديال الجراحة ديال النساء، ولكن لم يكن هناك مرضى في هذا الاتجاه. ولكن الحمد لله حنا العمليات دازوا كلهم بخير وعلى خير، ونامل إن شاء الله أن نفتح صفحات الشراكة مع مستشفى القرب ببوسكورة على أساس القيام بحملات طبية مستقبلية مجانية لساكنة المنطقة. واللي زوين في هذا المستشفى هو أن طاقم لا من الإدارة ولا من الممرضين ولا من الأعوان كلهم في خدمة المواطن، كلهم يعملون بتفاني من أجل مصلحة المنطقة ومصلحة ساكنة المنطقة. ونتمنى إن شاء الله نجددوا هذه القافلة إن شاء الله. هذه العملية تتم عبر مجموعة من المراحل، ولأولها هو تعقيم ديال ليبواط شيروجيكال، ومن بعدها كيتم تعقيم ديال القاعات الجراحية فين غنستقبل المرضى أو فين غتتم العملية الجراحية. كذلك كيكون عندنا فريق طبي متخصص اللي كيتكون من أطباء جراحين وممرضين كما كنقولوا دي زيد اوبيراتوار، وكيكون كذلك المرافقين ديالهم دي بونسوز اللي كتتم في واحد الجو من التعاون في اطار تقديم الخدمات الطبيه من المواطنين. اليوم حنا كنتواجدوا بمستشفى القرب بوسكوره، حمله طبيه كتشمل مجموعه من الاختصاصات. الاختصاص الاول هو الانف والاذن والحنجره، الاختصاص الثاني طب الأطفال أو جراحة الأطفال، الاختصاص الثالث لافيزيكي البليار ولا جراحة البطن اللي كتسمى بالعامية. اليوم كانت الحملة الثانية، الحملة الطبية الثانية على التوالي من بعد ما كانت الحملة الأولى في شهر رمضان. وكما قلنا من بعد الخروج ديالو من غرفة الاستيقاظ كيواكبوه الأطر ديال الهلال الأحمر المغربي بإقليم النواصر اللي كيوجهوا للقاعات الاستشفائية، من بعد واحد الدعم النفسي سواء من الأطر ديال الهلال الأحمر المغربي بإقليم النواصر، سواء من الطاقم الصحي من ممرضين وأطباء ديال مستشفى القرب بوسكورة. من بعد كتكون زيارة لجميع العائلة للاطمئنان عليه، من بعد الدعم والمساندة في القاعات الاستشفائية. كاينة مرحلة ديال مخصصة من طرف الأطر الصحية لمواكبة المرضى اللي كتراوح ما بين 24 ساعة حتى 72 ساعة،
وكتكون المراقبة آ ديستانس يعني من بعد ما كيخرجوا كيبقاو اتصال ما بيننا وما بين لي باسيون ديالنا. لا كانت شي كومبليكاسيون ولا شي حاجة راه كيعاودوا كونتاكتيو المستشفى القرب بوسكورة من أجل التدخل سواء من الطبيبة الجراحة سواء من أطباء المستعجلات وكل الأطر الصحية. ولهذا كانت مرت العملية هذه القافلة بنجاح بتدخل وتضافر السيدة المديرة وبتعاون مع القافلة الطبية الجراحية اللي مشكورين. ومن هنا ندعو جميع الساكنة بأن نرى هذه القافلة الطبية ستستمر من أجل تقريب الخدمات الصحية للمواطنين.